أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. نشر جلالة الملك عبد الله الثاني تغريدة على تويتر هنأ فيها الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. وقال جلالته في التغريدة: نسأل الله أن يوفقنا إلى صالح الأعمال وأن ينير طريقنا في العام الهجري الجديد بالإيمان والعزيمة والعطاء. كل عام والأردن والأمتان العربية والإسلامية بألف خير. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم طلبات النقل الخارجي من مديرية تربية إلى أخرى ضمن الحالات الإنسانية للعام الدراسي 2021-2022. ودعت الوزارة في تعميم صادر عنها اليوم المعلمين والمعلمات الراغبين في التقديم للنقل الخارجي ضمن الحالات الإنسانية إلى مراجعة قسم شؤون الموظفين في المديريات التابعين لها وتقديم طلبات النقل مرفقا بالمعززات اللازمة. أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء أنها ستتوقف عملية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة أنها ستستأنف عملية إعطاء اللقاحات يوم غد الأربعاء كما كان معمولا به في المراكز التي سيتم تحديدها وبشكل يومي. أفاد محافظ الغابات لولاية تيزي وزو الجزائرية واد محمد يوسف بأن عدد ضحايا الحرائق التي تشهدها الولاية منذ أمس الاثنين ارتفع إلى 5 وفيات. وأكد المسؤول الجزائري أن الحرائق مفتعلة وغير طبيعية، بحيث تم إشعالها بعد اختيار أماكنها بعناية وبعملية شيطانية، وتم استغلال ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح في انتشارها. ومن الشأن الرياضي، حيث تقدم لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو صالح الشرباتي للمركز الثاني على لائحة التصنيف الدولي الصادر اليوم الثلاثاء عن الاتحاد الدولي للعبة. وجاء تقدم الشرباتي للمركز الثاني عالميا بعد فوزه بالميدالية الفضية في أولمبيات طوكيو 2020 التي اختتمت الأحد الماضي. وجمع الشرباتي 279 نقطة في المركز الثاني في وزن تحت 81 كيلوغرام خلف الروسي ماكسيم الذي احتل المركز الأول برصيد 449 نقطة. وأحلت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق في المركز التاسع عالميا في وزن تحت 67 كيلوغرام بعد أن جمعت 195 نقطة. يشار إلى أن الاتحاد الدولي للتايكوندو أصدر اليوم تصنيفه عن شهر آب الحالي. لمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني www.a1tv.com. نهاية الموجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.